لقبوها بسيدة الشمس واتهموها بالهرطقة، ولكن قدرت تثبت صحة أبحاثها بعلم الشمس. مين هي؟ وليش تهمها بالكذب؟ العالمة السورية شادية رفاعي حبال، ولدت بحمص وحصلت على شهادة الفيزياء من جامعة دمشق والماجستير بالفيزياء النووية من الجامعة الأمريكية ببيروت والدكتوراه بأوهايو الأمريكية عام 1977. أثبتت أن الرياح الشمسية بتهب من كل مكان على سطح الشمس وبتحمل غطاء بيحمل قشرة الأرضية من الأشعة الكونية المهلكة. لهيك عمل جدل كبير بين العلماء. بس قدرت تثبت صحة نظريتها لما ترأست حملات لرصد كسوف الشمس حول العالم وساهمت بتصميم المركبة الفضائية واللي انطلقت بال2007 لأقرب نقطة من الشمس، وهي أول مركبة فضائية بتدور فعلياً داخل الهالة الشمسية. شادية هي أم وقائدة، وصل لشغلات كتير ما وصلوا لها العلماء من قبل، ولقبوها بسيدة الشمس اللي جاية من أرض الشمس.